يوم نفتح منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشوف الكثير من الناس اللي ينصحون وينصحون بالتغيير والدفع على التغيير وضرورته. ممكن هالشي سبب خلنا نقول نوع من الضغط على الناس بضرورة التغيير. لان شوفي اللي في السوشيال ميديا اللي يقول لك اترك وظيفتك وسير افتح لك بزنس، او مثلا غامر بطريقة ما، او أيوة المغامرة الغير محسوبة. مغامرة غير محسوبة. انا لما اقول اطلع من مكانك الكومفورت زون مالك، مش قصدي انك انت يعني ترمي باللي وراك ودونك في النار وتمشي، انا قصدي انك انت تقرا الدلالات اللي حولك. تقرأ الدلالات، لازم تكون قادر على قراءة الحياة والأشياء اللي حولك. في دلالات كثيرة، مؤشرات كثيرة، أنماط كثيرة. فأعتقد اللي صار في السوشيال ميديا أنه هي مثل ترند، والكل يحس أنه هو فومو، يعني متروك خارج هذا السياق، خارج هاي الرحلة، وهو يبغى يكون فيها. شخص خلف هاي الشاشة مستحيل يقدر يعطيني طريق أو دليل، لأنه ما عاش حياتي.